تحية طيبة لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم، وهي مخصصة للحديث عن آلية الرقابة على الأسعار والجودة في السورية للتجارة. بداية دعونا نرحب بالأستاذ عبد القادر الزير، مدير فرع السورية للتجارة باللاذقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا يعني الحلقة الآن هي تتزامن مع إقامة معرض للقرطاسية في مجمع أفاميا، ما هو الجديد في هذا المعرض؟ الحقيقة يعني السورية للتجارة هي متعودة كل سنة تعمل معارض يعني قرطاسية، فنحن افتتحنا المعرض يوم الخميس الماضي. طبعا المعرض يضم كل مستلزمات القرطاسية للأخوة الطلاب، يعني من حقائب وألبسة ودفاتر وأقلام، كل مستلزمات ما بيحتاج يشتري شيء أبداً. أبداً أبداً. حلو، جميل جداً. يعني في شيء جديد بيتعلق بالأسعار، بالجودة، بأصناف جديدة عن السنوات الماضية؟ هلا طبعاً نحن المنتج اللي عنا أو المواد الموجودة عنا هي يعني ذات جودة عالية، يعني نعم. معروف في دفاتر الهاشمية، وعنا الألبسة كمان من الجودة العالية والأسعار رخيصة يعني. أسعار يعني فعلا، والإقبال يعني على المعرض هو أكبر دليل على أنه في أسعار مميزة يعني، وفي كميات، حتى في عنا عروض، حتى في عنا عروض حقائب. نعم. بقلب الحقيبة في دفاتر وأقلام ومستلزمات الطالب، يعني إضافة إلى أنه المرحلة الأولى فيها صدري. نعم. مع العرض، والمرحلة الثانية فيها بدلي باكج كامل، يعني كل ما يحتاجه الطالب يعني في مرحلة التعليم الأساسي، من اللباس إلى الدفتر إلى القلم. طيب نحن رح نستطلع آراء الناس، يعني قام فريقنا الميداني بإجراء استطلاع لآراء الناس في المجمع، بنشوفه سوا وبنرجع بنتابع مشاهدينا مستمعينا هذا الاستطلاع عن واقع العمل في مجمع أفاميا ومعرض القرطاسية، وراجعين. أسعار القرطاسية وجودتها هون بالسورية للتجارة كبضاعة ممتازة، والأسعار إسا ما شفت رايحة على حساب. ممتاز، منيح، مناسبة يعني. يعني مقبولة، منيحة، ماشي حالة. والله صراحة إيه ماشي الحال يعني، ما كتير قدرت لسه، أول مرة فوت هون، ما رحت على السوق لسه حتى أشوفه هيك. الأسعار فرق من برا، فرق يعني فرق كبير، فرق طبعاً. إحنا انطرنا لعملوا الافتتاح وجينا. كل سنة بنباخو لبناتي من هون. هلا والله ما بعرف، هلا أنا خضت هذول الدفاتر يعني برا عم بقولوا بقالب 27، هون شفتهم بعشرين، هون أبو الميتين مثلا كان بعشرين ألف، برا ب25 وب27. إيه أكيد الأسعار برا أغلى من هون، هون الأسعار أرخص، يعني هون عندك الدفتر ب5 برا أنه سعره 10 9، هون إيه هون أرخص. بالنسبة لجودة مواد القرطاسية في أنواع، في من الوسط، في من الممتاز، بس بشكل عام ارخص من برا. هون بشكل عام انا كل سنه بيجي لهون، انا واخواتي بناخذ القرطاسيه كامله من شناتي من صداري، حلو حلو كتير، وحتى الدفاتر يعني بناخذ كميات منيحه، يعني ما ضايل معنا لاخر السنه. بالنسبه لاسعار هيدي القرطاسيه كيف لقيتيها، كيف شو الفرق بينه وبين السوق؟ هلا بالسوق اجباري بدي يكون اغلى، كاني هون كمجمع هون، وجوده والله حلوه وعاليه واسعار حلوه، يعني احنا مبسوطين انها اسعار حلوه، بنجي بناخذ كل شيء من هون وبنمشي. القنايش هون منيحه، بس الاسعار قبل شوي قلت لك انه انا ما عندي فكره، يعني اول مره هيك، بس من ناحيه الجوده كويسه. والله احسن من برا، والله نحن امبارح اجينا من لبنان، احنا حسينا فرق، لاني امبارح انا ومار امرقت هون الاسعار احسن. في فرق بين الاسعار هون واسعار السوق برا؟ بلا بلا اكيد هون ارخص والله، على طول نحن كل سنه بنجي لهون. بالنسبة للمواد الغذائية كمان أرخص بكتير من برا، على طول بنجي لتحت بناخد من هون على طول، مع أنه بعيد عنا نحن مشروع صليبة. الأسعار أقل من السوق برا بكتير يعني، ومتوفرة كل الأصناف يعني. صح أنه الشركات بجوز مانا معروفة كتير، بس كلاتها نحن مجربينا وكلاتها كويسة. أهلا بكم من جديد أستاذ عبد القادر. يعني بشكل عام في رضا عن المعرض، عن الأسعار، عن الجودة، ويعني وهذا الجميل. طيب في حال شخص ضمن المدينة منزله بعيد عن المجمع، تعرف تكلفة المواصلات، نعم الفرق بالسعر،
ما عاد يفيده. وفرتوا يا ترى القرطاسية بأماكن أخرى من المدينة؟ طبعا طبعا. وين موجودة؟ نحن هلا عنا يعني أغلب الصالات ضمن المدينة يعني وضعنا فيها قرطاسية. يعني عنا مثلا بالمشروع السابع بالزراعة، نعم، بصالة أوغاريت بصليبي، مشروع صليبي، صليبي 8 8 آزار، صالة 8 آزار. أغلب صالات المدينة حتى بالريف بجبلي وبالأرياف كمان، حتى سيرنا سيارات جوالي للمناطق كل القرطاسية والألبسة موجودة، نعم، بالمجمع موجودة يعني كل ما يحتاجه الطالب، يعني من الصداري للبدلات للحقائم والقرطاسية الدفاتر والأقلام والمستلزمات، يعني موجود بجبلة بالخفاحة، نعم، بالحفة، نعم، والصالات الموجودة بالأرياف، حتى سيرنا سيارات جوالي تحمل مواد القرطاسية لكل المناطق، للمناطق، لا المناطق اللي ما فيها مراكز ما فيها صالات. بالضبط. جميل جدا. طيب هلا في عندكم آلية محددة للرقابة على الأسعار، لمتابعة الأسعار بالصالات بشكل عام؟ وخلينا نبلش بالمدينة، كيف بتتابعوا الأسعار؟ هلا نحن بداية الأسعار احنا بنتابعها عند الشراء. طيب. نحن عندنا لجنة صبر للأسعار، أي مثلا عرض يقدم لنا بنبعث لجنة الصبر بتصبر نفس المادي أو شبيهة بالسوق. ومنحاول نحن ناخذ اقل الاسعار. تمام. هذا من البدايه. بعدين نحن عندنا بكل صاله او بكل تجمع مشرف تابع، نعم، لاداره منافذ البيع، نعم، هو كمان بيراقب بحركه الاسعار سواء عندنا بالصالات او بالسوق. تمام. وبيعطينا تقارير، بيعطينا تقارير عن الحكي هذا حتى يكون في فرق. بالضبط. بالضبط. بالريف نفس الموضوع طبعا، نفس الآلية. المشرفين منتشرين على مساحه المحافظه، مغطيين كل الصالات والمراكز. جميل جميل. وفيما يتعلق بالجودة، يعني دائما الناس تسأل عن الجودة، مرت يعني بعض السنوات يعني بعض مو الماركات، بعض البضائع من المنظفات، من القرطاسية، من المواد الغذائية كان يجي نوعيات درجة ثانية أو ثالثة. هلأ صار متوفر كل شيء من الدرجة الأولى كجودة بغض النظر عن أسماء الماركات. بالضبط. نحن نسعى لتأمين الماركات بالبداية، تأمين الماركات. اثنين، البضاعة الجيدة يعني. نعم. هذا هدفنا يعني هلا بهالمرحلة هاي، هذا هدفنا. حتى مثلا الموردين القطاع الخاص بدنا ماركة. نعم. ماركة معينة مثلا أو جودة معينة. هيك. يعني ما بنقبل إنه أي بضاعة تنزل عنا. عم تخضع للتحليل المواد إذا كانت غذائية أو منظفات لحتى تكون جودتها بالحد المقبول. هذا أمر مفروغ منه يعني. وين بتعملوا التحاليل؟ بمديرية التموين. بمديرية التموين. تمام. طيب هلا بالنسبة للجودة بالمدينة بهالطريقة هاي وبالريف بنفس الطريقة. نفس البضاعة تطرح بالمدينة وبالريف. نفس طيب البضاعة. توفر الأصناف، يعني الأصناف المتوفرة بالمدينة متوفرة بكل صالات الريف. هلا المواد اللي بتجينا على المستودعات نحن بنوزع منها للمدينة وللريف. بنفس الكمية. لا مو نفس الكمية. حسب الحاجة بكل منطقة. يعني استهلاك المدينة بيكون أكبر من الريف يعني. حاليا يعني اوقات الدوام في مجمع افاميا، بما انه في معرض للقرطاسية، والناس كمان ببدايه موسم يعني قرب موسم الشتاء، كيف عم تكون ساعات الدوام؟ نحن ساعات الدوام من 8:30 صباحا حتى اخر مواطن بيطلع من معرض القرطاسية. حتى سكر 8 9 10 حتى اخر مواطن. حتى اخر مواطن. اي حتى ايام الجمعه نحن عم نداوم. ما في عطله الجمعتين، الجمعه الماضيه والجمعه اللي قبلها نحن داومنا. طب وفيما يتعلق بباقي الصالات داخل المدينة كيف عم يكون ساعات دوامهم؟ هلأ اللي في عندهم قرطاسي نفس الشيء حتى آخر مواطن، أما بالدوام العادي من 8:30 للأربعة. للأربعة بيكون دوام. وبالريف نفس الموضوع؟ طبعا نفس الموضوع. نعم. طيب هلأ توزع الصالات جغرافيا، يعني هل تلبي الصالات الموجودة احتياجات كل المناطق، أما إن نحن في خطة لحتى إنه يتم افتتاح صالات جديدة؟ هلا نحن عنا بالفرع 156 منفذ وصالة. نعم. مغطاي يعني أغلب مناطق المحافظة. أغلب. حتى بالقرى نحن موجودين يعني. عم يداوموا للساعة 4 كمان. أكيد. وبشكل يومي. ما عدا يوم الجمعة. ما عدا يوم الجمعة بشكل دائم متواجدين. نحن أحيانا بنضطر إذا في مثلا مناسبة أو في شيء بنضطر للدوام يوم الجمعة، ونحدد مناوبات. نعم. حدد مناوبات للصالات خصوصا الرئيسية في المدينة وبالمناطق. الدوام بيتجاوز الساعة 4 بالنسبة للصالات الرئيسية؟ إذا في مناسبات. إيه
تمام. هلا حسب يعني راي يعني بعض المواطنين بالرسائل اللي وردتنا او بالاستطلاع اللي حنشوفه هلا لاحقا، في صالات عم تكون تشغيلها وادارتها واستثمارها من موظفي السورية للتجارة، وفي صالات مستثمرة. شو الفرق ما بينهم؟ ما بين الصالة اللي موجود فيها موظفين للسورية للتجارة والصالات اللي هي مستثمرة؟ حتى الصالات المستثمرة من قبل الغير، يعني نحن احيانا بيكون عندنا مثلا قريب من المركز فبنعطي صالة استثمار. حتى الصالة المستثمرة مدير الصالة من عندنا من السورية بيكون من عندكم بالضبط. المستثمر له علاقة بالحسابات يعني فقط؟ طبعا فقط بالحسابات. أما الإشراف بيكون أما الإشراف وكشوف المبيعات تنظم من قبل مدير الصالة اللي هو من عندنا من الفرع. والأسعار إنه بيتم التقييد بالأسعار اللي أنتم بتحددوها بالضبط. أما المستثمر له علاقة بتحديد الأسعار؟ لا لا، نحن عندنا نشرة أسعار خصوصا للخضار والفواكه، عندنا نشرة أسعار بتصدر من دائرة التسويق الزراعي. نعم المستثمر ونحن ملتزمين فيها طبعا، نحن استنادا الى تسعير التموين. الصالات المستثمره هي حصرا خضار وفواكه غير الخضار والفواكه مثلا اللحوم الفروج الالبان الاجبان في بعض الصالات مستثمر فيها لحوم والبان واجبان مثل 8 آذار مثل المشروع السابع المشروع السابع في خلف مجمع افاميا كمان في لحوم وفي البان واجبان كمان متوفر. أيوة. هلا احدى الرسائل اللي وردتنا انه يعني هلا ممكن يكون العاصمه وضعها مختلف، انه بقسم كبير من الصالات عم يتوفر لحوم وفروج. عندنا هون كم صاله متوفر فيها موضوع اللحوم والفروج؟ هلا في عندنا شيء صالتين يعني صالتين فقط. هلا نحن اللي موقفنا عن موضوع استثمار اللحوم والفروج هو الكهرباء. نعم، لانه بتعرف انه بدها تبريد يعني، أو ممكن تكون مأمنة بدمشق أكثر طبعا بالضبط. وإلا لو متأمنة الكهرباء، لو متأمنة الكهرباء نحن على استعداد وعندنا جمادات وعندنا برادات نظامية يعني. ما في مؤسسات حكومية عم توصل للكهرباء أو خطوط ممكن تكون معفاة لسبب أو لآخر ممكن تستفيدوا منها؟ ما في. لا ما في حاليا. طيب نحن رح نروح لاستطلاع ثاني بيتعلق بموضوع الخضار والفواكه ونرجع متابع مشاهدينا ومستمعينا هذا الاستطلاع ورجع. لقيتي اسعار الخضار والفواكه هون بالسورية وشو الفرق بين الاسعار هون وبرا؟ ما كثير في فرق، نفس السعر تقريبا، اقل شيء بسيط واحيانا نفس السعر. وبالنسبه لجوده الخضره هون؟ الخضره ما حاله شيء هون كويسه. في فرق بس ما الفرق كثير يعني. ايه ما الفرق كثير عن السوق، بس عن التكاكين بشكل عام في فرق. الخضره ما كثير جيده يعني، النوعيات سيئه جدا يعني، واسعار غاليه اغلى من برا بكثير طبعا. بالنسبه لفرق السعر بين السوريه والسوق برا، هلا هي نحن ما فينا نقول هي سوريه، هي قطاع خاص بالدرجه الاولى يعني، قطاع خاص هي بالدرجه الاولى يعني. نشوف الفرق السعر يعني بسيط جدا يعني، ممكن تكون احيانا اغلى من السوق. والله هو فرق في اسعار بين هون المؤسسي وبين السوق. هلا انا كنت بالسوق تحت فجبت بندوره وخيار، شفت خيار نوعيه اقل جوده من هون وصار يعني تقريبا بس النوعية أحسن عادي تقريبا، أحيانا نفس الأسعار وأحيانا يعني بعض المواد بتكون أرخص بشوي صغيرة، بس مو كتير في فرق. والله اللي برا بالخاص دائما بده يكون يعني أحسن بالجودة يعني، بس هون الأسعار يعني أقل. مجبر أخاك لا بطل، بدنا نشتري بدنا نعيش، بس الحمد لله. هلا بالأسعار السورية أحسن بالجودة يعني كمان نفس الشيء تقريبا، بس يعني بشكل عام السوق موحد، فما بعرف انا السوريه كيف بدها تفيد المواطن اكثر من السوق برا يعني. ارخص؟ لا ارخص من برا حرام، ومننقي برياحتنا وبيفضوا لنا وتعاملهم كثير كثير ظريف. هلا احيانا في اسواق جمله لا احيانا عم تكون ارخص منه، احيانا يعني بشوف مثلا انا ورا مجمع فاميا احيانا عند هي لا بتلاقي بس انا بضاعه ارخص منه بشو يعني بشيء بسيط يعني، هلا يعني مثلا بندوره بتلاقي لها باربعه، هلا هون خمس ونص. من جديد استاذ عبد الخادر، يعني لاحظنا من خلال الاستطلاع يعني اختلاف اراء الناس ما بين الصالات اللي عم يكون فيها الموظفين الخاصين بالسورية للتجارة وما بين الصالات المستثمرة. هلا احد الاشخاص ذكر انه
صالة قطاع خاص، هو ما بيعرف يعني انه استثمار ما بيعرف. الرضا عن الصالات المستثمرة وخاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه هو اقل من الرضا عن المجمع والصالات اللي عم يباع فيها مواد غذائية او منظفات او غيرها، عم يتابع العمل فيها موظفين من السورية للتجارة. شو الأسباب برأيك؟ هلأ نحن شفنا تباين بالآراء يعني طبعاً في ناس قالوا لا أنه فعلاً الأسعار صح. أو صح. الجودة يعني حسب كل شخص من وين عم يشتري بالضبط بالضبط يعني. هلأ نحن قلت لك أنه كل حتى المستثمر مدير الصالة من عنا مدير الصالة تابع للفرع يعني، وهو عم يراقب الأسعار، والأسعار ضمن التسعير اللي نحن منوزعها على الصالات يعني. نعم، فتباين الاراء حسب تباين الاهواء حسب يعني. تباين كل شخص من وين عم يشتري. هلا اللي عم يشتري من سوبر ماركت عادي او محل خضره بالضبط. عادي بيلاحظ انه محل الخضره هو اغلى من السورية للتجاره بالضبط. الاشخاص حسب الرسائل اللي وردت اللي عم يشتروا من اسواق مثل السوق الريجي اللي بيسموه السوق الغافقي او السوق الموجود بالمشاحير او بسموه سوق قنينص او غيره، بيلاحظوا تقارب بالاسعار. ممكن تكون المنافسة أعلى بالسورية للتجارة لصالح المواطن. هلا اللي عم بيشتري من الأسواق الشعبية يعني أولا التاجر أو اللي عم يبيع بالأسواق الشعبية ما عنده تكلفة كتير يعني، لا عنده كهرباء ولا عنده عمال، ولا هو بيكون عامل لحاله، ف يعني بيجيب كمية بسيطة، فشقد من 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 ربح فيها بيمشي الحال. بينما مثلا بالسوق الشعبي عندنا في عدد من العمال حوالي 20 عامل، فهدول كمان بيعملوا تكلفة على المستثمر، في تكاليف للعمال شيء أكيد، كهرباء كذا، كل هذا تكلفة على السلعة يعني تمام. فهذا التباين أنه السوق الشعبي ما عنده التكاليف اللي مترتبة على الصالة مثلا، هذا هو الفرق الوحيد بالضبط. هذا الفرق الوحيد. طيب بالنسبة لإضافة يعني مواد مطلوبة من المواطن إضافية عن المواد الغذائية والمنظفات والخضرة والفواكه، شو في عنا يعني مواد بتلزم المواطن متوفرة أو ممكن توفروها مستقبلا يعني كالمفروشات، الألبسة، الموبايلات، الأدوات المنزلية، السجاد وغيره، شو ممكن يكون توفروا مستقبلا يعني احتياجات للمواطن كونه سورية التجارة عم تقدر تعمل فرق بالسعر ما بين الأسواق الخارجية وما بين الصالات؟ هلا نحن أغلب المواد اللي بتطلب المواطن موجودة عندنا، حتى الكهربائيات، حتى السجاد. كهربائيات موجودة بالمجمع فقط؟ بكل أنواع. لا بأغلب الصالات أغلب الصالات حتى الرئيسي. بالأرياف بالمناطق مثلا بجبلة، جبلة متوفر، الخرداحة، الحفة، أيوة متوفر الصالات الرئيسية بالمناطق متوفرة. مواد منزلية وكهربائية بالضبط. مواد بالضبط. منزلية وكهربائية حتى السجاد، نحن قادمين على فصل الشتاء نحن بنعمل معرض للسجاد كمان. تمام لكن. أي تمام بشكل سنوي وبيغطي المركز الإذاعي والتلفزيوني. وبالنسبة للألبسة كونه هلا الألبسة صارت كتير غالية، ما دخلنا بها ما في فكرة على مستوى الإدارة العامة يعني، ما دخلنا بها، ما في فكرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لإقامة معرض للألبسة. هاي خطة توضع الإدارة العامة بالتنسيق مع الوزارة بهذا الموضوع يعني، هاي ممكن. بس احنا أهم شيء نأمن الاحتياجات الرئيسية للأخوة المواطنين. هلا كونه في عندكم مساحات يعني مثل مجمع أفاميا حسب ما فهمت من حضرتك تحت الهواء إنه فيه أربع طوابق، في طابقين مستثمرين من قبل السورية للتجارة مباشرة، وفي طابقين عم يتم أحيانا استثمارهم أو أحيانا أنتوا عم تشغلوهم بطريقة معينة. نحن الطوابق كانت في أحد الطوابق كان مستثمر مفروشات، نعم، والطابق الرابع كان مستثمر صناعة ألبسة يعني خياطة وصناعة ألبسة. أحيانا المستثمر ممكن يعني يلاقي محل تاني أو يغير المهنة أو كذا، فحاليا يعني الطوابق معروضة للاستثمار إن شاء الله يعني. شو السبب ممكن أنه يكون برا يلاقي بأسعار للاستثمار؟ لا ممكن يكون هو يعني عنده بناء أو جهز بناء له خاص فيه يعني. نعم هيك تمام. طيب يعني هل الطوابق الزيادة ممكن تستثمروها أنتم بشكل بالضبط. مباشر لاحتياجات إضافية للمواطن، في احتياجات أو نطرح على الاستثمار بهذا الزمن الصعب، يمكن المواطن صار في عنده احتياجات كثير ما في يشتريها من السوق، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، ألبسة وأحذية الأطفال وخلافه.
ما قلت لك يعني هذا الموضوع يعني ممكن يتم ممكن يتم اقتراحه من فرع السورية للتجارة ممكن للإدارة العامة ممكن للعمل عليه بالتشارك علي. مع القطاع الخاص بالتشارك مع القطاع الخاص بنفعل الأماكن الفاضية يعني. تمام. هلا في بالصالات ايضا موضوع توزيع الخبز انه عم تكون هي كمراكز معتمده للسورية للمخابز. نعم. شو هي الصالات اللي فيها انه موضوع هلا نحن حوالي شيء 6-7 صالات فقط لليل. نعم. يعني عم نوزع فيها خبز. كيف تكون يعني بيتم المتابعه؟ مين بيتابع الاشخاص المعنيين بموضوع الخبز؟ هلا نحن يعني في عندنا عمال الصالات نفسهم. نعم. وعندنا سيارة عندنا معتمد للخبز، هو بيأمن الخبز عن طريق سيارات والسيارات بتوزع على مراكز الحفاظ على جودة الخبز. كيف بتتم؟ طبعا نحن دائما بالتنسيق مع مديرية المخابز. الخبز في اغلب الاحيان بيكون ممتاز يعني. تمام. عم بيكون في صناديق بلاستيكية وتوزيعه بشكل مناسب بالضبط بحيث ما يؤدي لأمره. في تنسيق يعني جيد بينه وبين المخابز بهذا الموضوع يعني. طيب فيما يتعلق بإنشاء صالات جديدة، يعني في مخطط هذا العام أو بداية العام القادم لافتتاح صالات جديدة في المناطق التي ما قلت لك نحن مغطيين أغلب مناطق المحافظة وأغلب قرى المحافظة. هلا في قرى يعني بطبيعة الحال ما في يعني هلا بتعرف ريف المحافظة كبير، هو أكبر من المدينة. صح. ففي قرى ممكن يعني تكون هي بعيدة مسافة منيحة عن مركز المنطقة أو عن قرية أخرى فيها صالة. شو يعني إمكانية أو خطط افتتاح صالات يعني بهذه المناطق؟ أي تجمع يكون ما في وجود للسورية للتجارة عم يتقدموا بطلبات، ونحن عم نستأجر يعني محلات في القرى أو بهالتجمعات وبنفتتح صالات. في شروط معينة إذا كان في مبادرة من الأهالي لافتتاح صالة؟ يعني إذا كان عندهم مكان من البلدية من الأهالي جاهزين مباشرة؟ في شروط معينة للصلاة؟ لا لا لا، مهم يكون محل جاهز للافتتاح يعني. ما في مساحات محددة إنه تطلبوها؟ لا ما بنشترط المساحات، بس يعني يكون محل مقبول. لازم يكون محل مشمس مهوي لحتى انه تحافظ البضائع على جودتها يعني، حتى يكون مجهز يعني. حتى يكون مجهز. طيب شو في اخبار جديده ممكن نوصلها للناس عبر منبرنا عبر الاذاعه والتلفزيون؟ شو في معلومات جديده اضافيه ممكن تعطيهم اياها عن عمل يعني السورية؟ نحن حاليا هلا نسعى بكامل طاقتنا لتامين المواد للأخوة المواطنين بالجودة المناسبة وبالأسعار المناسبة. هذا هدفنا اللي نحن حاطينه مع متابعاتنا اليومية للصالات سواء الخضار والفواكه أو المواد الغذائية الثانية. جميل. هلأ عم يسألوني الزملاء من الكنترول واصلتهم رسالة عن المشروع العاشر، هو صار تجمع سكاني كبير، شو إمكانية افتتاح صالة تكون كبيرة ومناسبة ومتوفر فيها كل المواد الموجودة مثلا بالمجمع أو بصالة المشروع السابع؟ والله نحن حاولنا يعني نستأجر بالمشروع العاشر بس ما لقينا محل مناسب يعني، حتى قالوا لنا انه في احد الجوامع في مركز حاولنا ما مش الحال يعني، عم نسير سيارات جوالي على المشروع العاشر. نعم. هلا السيارات الجوالي ممكن تكون باوقات معينه، لكن يعني بالضبط موضوع وجود يعني صالة بحجم معين فيها كل الاصناف وموجوده على أثناء ساعات الدوام ممكن يكون مناسب. نتمنى إذا في يعني أي مثلا مقر حكومي لأي جهة مثلا تقدر تعطينا إياه جاهزين للافتتاح مباشرة. إذا ما كان في مقرات حكومية ما ممكن يتم استئجار مواقع خاصة؟ مشكلة إيجارات غالية كثير هناك يعني. إيجارات غالية بالضبط. ولا يمكن أنه تأمين أي شيء بالضبط جديد بالنسبة له. طيب فيما يتعلق بالخطط يعني لتوفير أفضل يعني إمكانات للمواطن يعني لتوفير تشكيلة معينة من كل المواد الأساسية، في خطة جديدة لبداية العام أو بداية موسم الشتاء ممكن نتحدث عنها أو نفيد اللي عم يشاهدوا أو عم يستمعوا اليوم؟ نحن نسعى مع حتى يعني وقت اللي بنحتاج لأي مادة بنستعين بالقطاع الخاص، موردي الأماني مسمين عنا موردين أماني لتأمين هالمادة بحيث أنه ما تفقد مادة من عنا. تمام. كل المواد تكون موجودة ولو استعنا بالقطاع الخاص قابل الأمور معينة يعني هيك. تمام. في حاليا عندكم يعني
حسب نظام الاستثمار طريقة محددة للتعامل مع المستثمرين وتوظيفهم لخدمة المجتمع؟ يعني في عندكم أماكن شواغل مثل ما ذكرنا بمجمع فاميا مثلا في طابقين، بأماكن تانية إذا ضمن المدينة أو ضمن الريف في شواغل ممكن نحكي عنهم حاليا توظفوا فيه إمكانيات المستثمرين بالتعاون مع السورية للتجارة لخدمة يعني الأهالي بشكل أكبر؟ قلت لك إنه في عندنا نحن الطابق الثالث والرابع مجمع أفاق، هذول الموجودين حاليا بغيره من صالات متوفر؟ لا لا ما متوفر، كلها تعمل يعني، كل صالاتنا تعمل يعني، كلها صالات. أيوة بالضبط، هذول نحن بدنا نحاول نطرحهم للاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص يعني. أما بأماكن تانية ما في عندنا؟ ما في، لا كله مستثمر من قبلنا يعني، كله مستثمر. طبعا يعني شو الفعاليات اللي هي مستثمره لصالح القطاع الخاص غير موضوع صالات الخضره والفواكه اللي فيها تشاركيه ما بينكم وما بين رجال الاعمال؟ بس هذول يعني الخضار والفواكه حصرا ما في جوانب ثانيه مستثمره عندكم؟ هلا لاحظنا بمجمع افياميه مثلا في فرن للكعك والسمون كذا، في امثله اخرى لمشاريع انه انتم عم تديروها او عم تكون انه ب يعني بالتشاركية معكم ولكن هي تقدم بأسعار مقبولة خدمة مناسبة ومنطقية؟ قلت لك أنه نحن مثلا خلف مجمع أفاميا في خضار، في لحوم، في فروج، تمام، في ألبان وأجبان، في بند الألبان، سوق الشعبي طبعا لك، سوق الشعبي كمان نفس الشيء، كمان في فروج، في ألبان وأجبان، حتى نحن يعني حاطين المرأة الريفية كمان عاطينا كذا قسم بالصالات. شو بتقدم المرأة الريفية؟ المرأة الريفية أحيانا بتقدم مثلا شامبويات، منظفات، ألبان، أجبان، هيك. حتى بمجمع أفاميا قالوا مبقرة فيديو إلى ألبان وأجبان. مبقرة فيديو هلا مطلوبة، لاحظنا أنه خلال الجولات أنه مطلوبة الألبان والأجبان الموجودة لمبقرة فيديو اللي هي حكومية بالضبط بشكل جيد، بالضبط عم تكون متوفرة بكل الصالات، متوفرة بمجمع أفاميا وببعض الصالات يعني. ببعض الصالات نعم. وعمل المرأة الريفية موجودة كمان بجمع أفاميا وبعد الصلاة. المنتجات إذا شامبو ومنظفات؟ في منظفات وشامبويات وفي ألبان وأجبان وألبان. طيب يعني أي يعني مشروع صغير لا بيشبه المرأة الريفية أو خلافه أنتم ممكن يعني أنه جاهزين تفتحوا لهم مجال أو ستاند أو غيره لحتى يقدموا؟ جاهزين. في مجال الأسماك كم صالة عندكم بتقدم هذا الموضوع كونه نحن مدينة ساحلية؟ في عندنا بس صالة وحدة بالمشروع سبعة نيسان. كان في بشارع أنطاكيا أيضا سابقا؟ شارع أنطاكيا كمان إيه عندنا صالة بتقدم أسماك فقط، هدول الصالتين. إيه هدول المركزين. ممكن توسع بهذا الأمر أكثر؟ هلا ممكن في حال اذا كان عندنا محلات، بس حاليا ما في. لا ما في محلات، وبالاضافه ايضا للحاجه للثلج والكهرباء. نعم طبعا يعني ما شاء الله يعني حضرتك جاوبت على كل الاسئله اللي ممكن كنا نحكي فيها عن عمل السورية للتجاره باختصار مفيد. نحن كثير بنشكرك يعني على هالاطلاله، وان شاء الله بنضل هيك على تواصل معكم لنتابع اخبار السورية للتجاره وصالات السورية للتجاره وما تقدمه لاهالينا في جميع انحاء المحافظه. يعني نحن يعني نسعى جاهدين مثل ما قلت لك لتامين كافية مستلزمات الأخوة المواطنين بالجودة المناسبة والسعر المناسب. جميل. يعني نحن ما معنا عصا سحري يعني، بس منحاول جاهدين. مثلا نحن على لجان بسوق الهال، أنا توجيهاتي للجان الشراء من الصنف الجيد وبأقل تكلفة يعني، حتى نحن مثلا إيصال الخضرة إلى مراكزنا وصالاتنا بيكون عبر سياراتنا يعني. طبعا. كمان نحن عم نخفف شوي على الأخوة المواطنين بأجور سيارات. تعرف هلا اجت سيارة من سوق الهال إلى المدينة يعني مبلغ منيح يعني، فنحن عم نوفر التكلفة هاي على الأخ المواطن. وفي شراء للمحاصيل من المواطن أو من المزارع مباشرة؟ طبعا طبعا. السنة في خطة لهذا الأمر؟ هلا نحن من فترة كنا عم نطلع على دمشق نشتري من الغوطة من دوما. تمام. نعم كان لجاننا بتطلع على دمشق تشتري، أحيانا بتطلع على حماة. فيما يتعلق بالحمضيات اللي هي أكثر شيء منتشر هلأ الحمضيات لسه قادمين على موسم. لا وقت الموسم تستجروا بالضبط كميات غير الحمضيات بالضبط شو تستجروا؟ حسب التوجيه يعني. في التفاح كمان، الحمضيات والتفاح بشكل رئيسي بهذه المحافظات أنتم تستجروها بالضبط. طيب آخر سؤال فيما يتعلق
مواطن زار أي صالة أي مجمع كان في عنده شكوى لمين بيتقدم؟ لمين بيوصل؟ مباشرة لمدير الفرع. مباشرة لمدير الفرع بالضبط. يعني ما بينتظر. أنا بيجيني كتير شكاوى وتنحل مباشرة. بشكل مباشر بيروح بيزورك أما في رقم هاتف للشكاوى؟ في هاتف معين للشكاوى ممكن؟ هاتف هاتف أرضي يعني مثلا في هاتف معين موجود على صفحة المؤسسة؟ بالضبط إيه. بالضبط. إحنا حاطين أرقام هواتف بكل الصالات. وبيحكوا مع حضرتك مباشرة بالضبط. في وجود في حال وجود أي شكوى. طبعا بنهاية هذا اللقاء الأستاذ عبد القادر الزير مدير فرع السورية للتجارة باللاذقية شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لكم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. وكل الشكر لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية نحييكم. نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد. إلى اللقاء. يعطيك ألف عافية.